العيون تشوف وتهوى وتنجذب واحيانا الظاهر يكون لما والباطن كذب الحب بيطرى والعيون تشوف وتهوى وتنجذب واحيانا الظاهر يكون لما والباطن كذب الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب ممكن من يعجبون ما كل ما يلمع ذهب الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب ممكن من يعجبون من الصبح ودي وين راحت ويتك يا بنتي والله ما يعطي خالتي إيه كانت بتي بتجري معاي بس قالت لي إنها معزومة وقت أدرك أي كانت معزومة بيت خالها بس ما ميلت حلوة بتروحي إنتي بتعرفي راحت بكرة صبح إيه عرفت مريم بس صدقين ما عندي رقمها يا ربي وين بتروح خطأ فيه شيء أكيد في شيء آخرها بدي ما تسويها بعدين تليفونها مقفول يا ربي شو ما صفتي نفسي
السلام عليكم. عليكم السلام. تحتاج مساعدة؟ لا يا أخوي لا. أنا مسافر. أدعي لنا يا أخي. يقولوا دعوة المسافر المستجابة. إن شاء الله. حياك الله. يلا السلام عليكم. ان شاء الله الحين بروح ندور عليها في كل مكان ونسأل عنها. تطمني. يعني ان شاء الله بنلقاها؟ بنلقاها ان شاء الله. وبتشوفينها وبتاخذينها بالاحضان بعد. Thank you.
عند الشبه صاحب بلحظة انقلب حالج دمي وثمانين درجة يظل يركب بالمستشفى مشلول وانت تجلسين بيته يغير الله من حال الى حال والبيت اللي طلعنا منه يقوم هو ويشتري بنفسه علشان يرجع لنا مرة ثانية. أفهم من كلامك هذا يا سيف إنك تقصد أرد لبيتنا ونودر البنات؟ لا ما كان هذا قصدي، بس مثل ما قلت لك أنا كنت أفكر وأحلل. تدري يا سيف أنا الود ودي أعيش فقيرة، ما عندي غير لبنك الله كله، بس أخوي يرد مثل ما كان. أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. هلا هلا بنيتي، هلا بحبيبتي، هلا بالغالي اللي تسمع الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. علي سويان. ما بجامل الشيخ شكلش بهذا اللبس يذكرني بوديمة أول ما نويت أتزوجها. تتدور على واحدة ستيرة وعلى طول لها النصيب والحمد لله. ما شاء الله أنت يكون نصيبك واحد يعرف بنتك ويعرف شلون يحافظ عليك. نشكر يا خالي. تسمح لي أقول لك خالي ولا بعد ممنوع؟ أسمح لك، واللي ما يعجبه يشرب من ماي البحر. زين بس مثلي انا بروح الدوام. ما فيك تريدي؟ ليش ارد اتريق؟ انا بيتكم. ما شاء الله عليها لي تغيرت يا سيف. زي ما قلتي من الذيب وحر والعبث. سيارتي اتسربت ورجعت. حبيبي صاير في شيء؟ ما يخصك، انت ليش تسالني؟ لك فعل لازم. مبروك على النيو لوك. الله يبارك فيك. ثانك يو حنان. فضي لي سند بسرعة. سند ما وصل الحين. فضي تسمعي الناس تترقى وتترفع إلا أنا حق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرزق بني آدم على النيات. ونشفين منيتي يا إسماعيل. الله يعلم بالنيات، أما إحنا من الظاهر. الحين مكتب عبد الله بيتم مقابلني، شلوه خلوني مستافع شوي. هاي نيته أول يوم طلعت، لو تبي ترقية بعد. هذا مساء في ضابط موجود برا يبغى يشوفك. ضابط؟ أنا لو رحت الشغل قلعان راح أكون أول واحد يشكون فيه. لازم ألاقي مبرر للعصبية هذه اللي فيني.
دون الثانية؟ للأسف نعم، وإحنا حاضرين تعرفين على أصدقائها وزملائها في العمل، يمكن أحد يعرف عنها شيء. غريبة، وين بتروح يعني؟ ما شفتيها أمس؟ الحقيقة أنا كنت ناقصة إجازة أسبوعين، كانت عندي ظروف، اليوم مدمرة. عموما علشان ما نضيع وقت خمس سنين، خلينا نسأل الموظفين اللي اشتغل معاهم. أنا صراحة بدرس في البيت قدامها مطعم، وبشوفهم قدامها، ما تشوفوا على الفاضي، بدرين، إحنا لين متى راح نقول كذي؟ أنت ما تعرفين من متى والناس؟ يعني شنو؟ بتسميها رايح؟ أنا ما أتحمل كل هالحمل، لا أم ولا أبو، وهم الجامعة ونسرة مع عمتي، الصراحة ما أعرف شنو من المستقبل ينطرنا بعد كل هذا. هذا مكتب مزوم. ومن يداوم معه؟ مريم، بس كلها ما داومت للحين. زين، احنا لازم ناخذ عناوين بيوتهم وتليفونات الجميع. رايح الدوام اليوم؟ مزاجي متعكر شوي، بكر بداوم ان شاء الله. أنا أعتذر لك للمرة الثانية يا مريم، وأعذر إنك زعلانة مني وما أخذ في خاطرك، لكن إيش أسوي؟ أنا أخاف عليك أكثر من نفسي، ودي تزوجك رجال يحبك ويحميك ويحطك في عيلة. ريالي تزوجني، فكك يا سلطان. كيف ما اكتشف ان غير شخص ما يفهم بسهولة؟ يقولون المرة خصوك الطينة عجيبة، لا والله تركيبة الغير تصعب على احسن كيميائي. أنا أدري إنك زعلان علي شوي، لكن من نسبة عظيمة، ولا تسأليني عن الطريقة، بسوي لك مفاجأة عمرك ما حلمتي فيها. خلوا الدريول يوصلكم الجامعة وخلوا يرد علي ياخذني. ايش فيكم مادين بوسكم كذي؟ عمتي انتي تدورين الشرع عشان تتهاوشين ويانا؟ انا من رايك تحبينا عشان تتقربين منا بالطريقة هاي، ما حد راح يحبك. لا تحبوني، يوم بتعرفوني زين بتحبوني. هنادي الملك نهاية هذا الاسبوع، جهزي نفسك من الحين. مثل العجل تجرب وتلدخ حق الجبار اطلع. لا والله ما شفت، واصل علاقتي بهيك جدا صحية، وهذه اصلا موظف جديد. يعني شو ممكن صار لاحظ التفاوت؟ هذا اللي نبي نعرفه، ونبي مساعدتكم معانا. نبي نعرف وين تروح، من تزور، من اقرب الناس لها. والله اقرب الناس لها الاخت بيته، هي اللي معينتها. انا ما شفتها من يوم العزاء. مكتب من هذا؟ عبد الله، بس شكله للحين ما داوم. شكله ما
اداوم حبيبتي. خبرك عتيج اقدر الاسبوع اللي فات قدم استقالته. ما كنت ادري شلون داومت. طيب ممكن نشوف موظفين ثانيين؟ ممكن اخي تعبير بعد شيء. تفضل معي. وانا اتصل بمريم وخليها في الدوام باسرع ما يمكن. اليوم. ما سويت شيء. وليش ما سويت اليوم خبرت؟ واللعنات بس. أنت ما عطيتني فرصة أكلمك. قلت لي ما لك خص ورحت عني. يعني أنا مجنون. سند ليش كنت تصرخ علي؟ على الأقل احترمني. إيش فيك؟ إيش فيني ها؟ احنا اللي نسأل يا عبير. عبير نزول أمس ما طرت لكم شيء؟ ما قالت شيء؟ لا كانت عادية يعني تسرح شوي بس السرحان زي مرض العسل. عموما احنا راح نكثف البحث وإذا احتجنا لأي معلومات أكثر أكيد راح ندخل التفاصيل أكثر. لو سمعت عطني جواب. إلى أمسك. سلام. أخ منصور. طالب التحقيق. تفضل حياك. تفضل يا ميسر. تفضل انت. لا سند. خليك مرتاح. حياك الله. عسى مساء الخير. صاير. هدي نفسك. ايش فيك؟ عندك فوبيا من الشرطة ولا شنو؟ سند. مجون مختفية من أمس.
الشرطة قاعد أدور عليها مو عارفة لها مكان. اختفت؟ يعني اختفت وين راحت؟ كل الموظفين يسألوننا وين راحت، مع أن إحنا المفروض اللي نسألهم. العفو، بس أنا صدمت من الخبر. عفوا سند، متى آخر مرة شفتها فيها؟ شفت منو؟ سند؟ شيك مو مركز، متى آخر مرة شفت نجوم؟ هي شفتها، هي جات للمكتب، وطلبت مني مقدم راتب شهري، وأنا وفقت. ما لاحظت يعني عليها شيء غريب؟ ينتهي كانت مكتئبة وايد ومضايقة من وضعها المادي وان عليها ديون حتى تصوره كانت تقول ان الموت اخوان عليها من هالعيشة. هذه معلومات وايد مهمة تفيدنا. لحظة شوف شي حضرة لا شكرا. شكرا. زين، وصفت كنت المسؤول الأول في غياب الأخت ميسا. ما صدف إنك شفت أحد اختلف معها شيء من هالقبيل يعني؟ ما شاء الله شديد بتوتر. سامحوني أنا بتوتر شوي حتى نسيت تعبان. أنا قبل أطلع من البيت ما أعرف لا بيني وبين زوجتي أنا مصدق شلون بطلتها شك ذي موضوع شوي وقدرني يعني سامحوني. عموما احنا راح نتواصل ذا شيء جديد. انا راح اطلب كاميرات المراقبة حق المدخل الرئيسي للمبنى وراح اشوف الوقت اللي طلعت فيه نحاول نحصل الموضوع. يلا مع السلامة. أنا ما بغيت أقول للضابط إن مريم كانت طالعة مع أمي. أنا شفتهم بعيوني. هاي 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 هاي. ويعني طلعت مع أمي الشركة. يعني هي قطعتها بالسكين. شو الكلام يا جيمس بوند؟ الصراحة يا جماعة أنا خايفة عليها. وأنتوا وايد مكبرين الموضوع. يمكن الحين ما صار لها شيء وما يبدأوا ما خلاص. والله إنك فاضية يا مني. الحرارة خاصة عني. ما في حرارة مولية. يا جماعة أنا اتصلت بمريم ومريم هي اللي موصلة مجون أمس بسيارتها. فتحتوني؟ زي سلسلة سلي خلى مريم بتداوم اليوم. ما ربعت تقول معني قلت لها إن ما يتداومت قد بتشوفها ضروري. صباح النور. مرحبا دكتور. خير يا دكتور صمني. والله الأخبار سيئة جدا. السيد جابر يعتبر ميت سريريا. المخ متوقف عن العمل. كذلك القلب والدورة الدموية بس الوحيد اللي شغالة بمساعدة الأجهزة. إن شاء الله العافية. بس دكتور أنت كان يسمعنا. صحيح بس اليوم ما في ردة فعل. أنتوا لازم تتوقعون الأسرى. الله أعلم. بدرية
وكيلي. مبروك يسعلي. يوم كلام مريم ليه يخطبني؟ صحيح الكلام، واخيرا نتحرك هالبارد. حطيتها امام الامر الواقع، بس لحظه الفرصه عندي عنا تبغى تستكمل مني باي طريقه، لا بتطلب منك معك ولا بتتشرف. على طول ثاني وافق. تستاهلين، وانا بعد برقص بعدك. لا ارجوك، انت ما تعرفين ترقصين، شايف نفسك. الله يديم هذه الضحكة إن شاء الله خير. اليوم بيني مروان عبد الصراط المغار يفتح موضوع الخطة. مروان؟ أي مروان؟ اللي كنت أكلمه من قبل هالشيء. هي خلاص اليوم أنا مسيح بالتالي. ماذا لو سمحت؟ أبي آخذ إجازة. ما في إجازة، لأنك خلص ميزانية السنة. ميزانية شنو؟ ميزانية زواجنا. مو أنت طلعت نفسك خلص؟ إيه طبعا طبعا. عيل بكرة في برج الطلاقة وتي تخطبني رسمي من عمتي. فيك من طريق الزواج انت تنافض. لا سلامتك، بس تدرين غفار نرفزي شوي. يلا عيل شد حيلك، الفرصة قدامك سهلة اغتنمها. عندنا عمة تبي تفك منا بأي طريقة. أفضلك فرحان تزالين مني. نورت بالنسبة لك هالشيء نهاية العالم، قد يكون هالطلاق بداية حياة جديدة سعيدة. انت ما تدين بالخير؟ لا تكف عليك شنو رحت. أنا ما دفع عليك، انت اليوم انولدتي من جديد. قوة بشرية، أبغى أشوف هذه كلها معي. يلفين، ما في داعي حق هذه كلها، ما راح يغير شيء. لا بغير، كل منها، إهم أنت ما تبيتي. أسمع ما في وقت، تقريباً دوماً فيها، يعني لا تقررين وانت في الظاهر. خلاص عيس، أنا بصير بروح، ما عاد ولا من غيرك. رحت وياه وانت قاعده مكانك ما تحركتي. انت ما تبدي ليه؟ عليكم السلام. سامحيني ما سلمت عليك. انت ليش زعلانه من السالفه؟ انا مو زعلانه منك يا سلطان، زعلانه من نفسي. رجعت احلى ايام عمري فيها. وين؟ وين شنو؟ وأنا أظن أني عايشة في زمن جميل. هذا يسمونه الفلاسفة وهم الكهف،
وهذه أوهام فردية سببها طريقة تفكير الشخص نفسه، وكل ما كان تفكير الشخص بعيد عن الواقع وغير موضوعي كل ما كان أرض صفرة للأوهام. مريم حبيبتي الدنيا كذي ولازم نعيشها بالفرح وحزن، دمعة وبسمة، فشل ونجاح. بس كان ممكن أتجنب الشيء وأتجنب الفشل والدمعة لو كنت أشوف لأغسطس مقولة وايد جميلة يقول فيها: إذا كنت لا ترى إلا ما يظهره النور، أو إذا كنت لا تسمع إلا ما تعلنه الأصوات، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. ترى الإنسان يعتمد على الصوت وعلى الصورة. شوفي مريم، ترى في شيء يسمونه الحاسة الشافة أو الحدث أو الفراسة أو قراءة ما خلف الصدور، والإنسان اللي يعرف هذه الأشياء راح يكون أحسن حظ من غيره. الله يحييك، جهزي نفسك اليوم بيوم تطلبون الابتسام، ودي ما قالت لازم تكونوا موجودين. للاسف للحين ما حصلنا عنها اي خبر. ارجوك يا حضرتك لا تقول انك ما لقيتوها، بس ما عندي على اماكن ثانيه تروح لها، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. هذه بنتي وعرفها. ما عليها حجيه، انت اعطينا فرصه بس، لازم نلقاها. وين بتروح؟ تختفي؟ انا بغيت بس منك تعطينا صوره لها علشان تساعدنا في البحث عنها. ان شاء الله الحين بجيبها لك، بس اللي سمكين دوروها ويبوها لي. هذه بنتي الوحيده، أطلع الله وأطلعها. تستاهلين يا حبيبتي، مبروك مقدما. الله يبارك فيك. سمحوا لي عاد، أنا صغيرة فيكم بس زوج قبلكم. تدرون لأني أحلى؟ ما أدري، أشوف مو من حقنا إحنا نفرح وأبونا طايح بالمستشفى. يعني إيش تقدر نسويه بدرية؟ وضع جدا حرج وما بيجي شيء. الظاهرة الدنيا هذه ما توقف الحد. يلا غيره اللي بعده. من هالضحية الجاية؟ أنت ليش متشائمة كذي؟ خالد سام، الرجال جاي ولا لا؟ ما اتصل، بس وعدني إنه جاي قبل صلاة المغرب. يمكن هذا هو. لا، هذا سلطان ومريم جايين. بلاد تنادي، هذا بيكون غيرك. يلا يا بنيات لفوا شعوركم وتستروا. صدقين منا، رغم اني كتبت كتابي بس طلبت من الصلاة. ما قلت وقفت على روحي، ما في تفاهم بيننا. انا احب الفحل وهو يحب النكد والفن، انا احب القنوات الكوميدية وهو يتابع الاخبار السياسية. شو تبي نعيش معه؟ ابي احس احنا البنات وايد متشابه. ممكن، بس الواحد لازم ما يقف على نفسه
لازم يكون صريح مع روحه، ولا ما بدي اتعقد ولا في زهرة شبابي. عزيز، امراض الناس هالايام نفسي قاسي هم صار بتسيطر على اعصابي، عشان كذي نحس بكل معصب وكل متنفس، وطبعا اكيد انا واحده منهم. منى، قولي من شفت اليوم؟ من؟ عبد الله. وين شفتي؟ يهمك اقول لك وين؟ خلصينا، وين شفتي؟ اصلا انا مكتبه بس بغيت اشوف ردات فعله. ضايفي، لا تحبين تلعبين باعصابي عاد. ليش؟ عبد الله متعبك؟ طبعا لا، بس الفضول اللي فيني ابي اكبر ونشتغل. يا في الفضول خلاص وصلنا خير. شوفي حبيبتي، بداية أي محبة الفضول، يعني الواحدة تصير تبي تعرف أخباره وشنو ياكل وين راح، يعني بديت تخربطين، أنا أقول نقوم أحسن. قرب يا زلك، وين الرجال؟ ما أدري، لا تسألين مش صار. مريم، ممكن أكلمك على سرعة شوي؟ مساء. ليش مو قاعد أهلا وياه؟ ليش تيجي بروحه؟ ممكن أعرف. أنت تشوفوه قبل، ليش مستعجلين كذي؟ أدري، يقولون إذا سئل غيرك فلا تجب، فإن ذلك استخفافا بالسائل والمسؤول. السؤال مبلج. شو جا سنة؟ شو جرى عليك؟ خبرني. وأدري حسين، حسين يتعب وأنسى، ودي المستشفى. شكل السالفة بالطول، انتم متأكدين ان هذا الرجال بي ولا يالس يلعب علينا؟ انتوا ايش فيكم تجين متوترين؟ سيف، اذا تبي تروح تنام روح، ما حد يودك. ابتسام، في ردود احسن من هالرد. الانسان يوم يكون ملسون يحاول انه يسيطر على غضبه عشان ما يخسر الناس. من فضلك سلطان، انا مفايدة اسمع محاضرتك. انا بروح جرتي، بشوف مروان ليش تأخر. يا خوفي والله الرجال يبين على حقيقته. ممكن أعرف ليش ما داومتي؟ في ناس تدور عليك. ليش تضحكين؟ لأنك تمارسين دورك كمديرة حتى في البيت. ميزة، ترى أنا ضيفة عندكم. مريم، أنا سألت إن النزوم مختفية والشرطة قاعدة تدور عليها. نزوم مختفية؟ ليش؟ شنو صار؟ تلفونه مغلق. طبعا انت مستعصى عمتي. انا استانس يوم اعرف حقيقة الواحد، ومروان هذا عرفنا حقيقته. انت تشمتي فيني؟ ابتسام، إذا عندك كلام حامي
راح يسمعني للي المفروض يجيوه. أما إيش ما لهذا؟ الخيرة في ما اختاره الله لو اعتباره مستأذن حلفه. إيه لسي سلطان، لا من مروان مايا أنت اللي بتعوضهم عن كل شيء. هنادي هذا هو سلطان قدامك وياي شارنك. عمتي رجاء اتركي لنا حرية الاختيار، لا تضغطين علينا بسلوبك هذا. بدرية أنا ما أبقى على سلطان. الحب فطرة والعيون تشوف وتموى وتنتجب، وأحيانا الظاهر يكون لما رح والباطن كبير. الحب فطرة والعيون تشوف وتموى وتنتجب، وأحيانا الظاهر يكون لما رح والباطن كبير. بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب، ممكن من يعتقون ما كل ما يلمع ذهب. بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب، I'm